مع التحذير الشديد جدا من خطورة اجتياح رفح. انا اقول دايما ان اذا كنا احنا فعلا عندنا جدية كلنا كمجتمع دولي على ان يبقى في فرصة حقيقية ان يبقى في دولة فلسطينية جنبا الى جنب مع الدولة الاسرائيلية، ويبقى في فرصة لهم ان هم يعيشوا بكرامة كبيرة جدا جدا في بلدهم، ويديروا امورهم بالشكل اللي هم يرتضوه دون ان يكون لهم ضرر او يكون للمواطن الاسرائيلي على الجانب الاخر ضرر. بصراحة اعتراف دولي بفلسطين، دولي يعني بتكلم على الامم المتحدة، دولي يعني بقول كل العالم بقت دولة كاملة العضوية في الامم المتحدة وكاملة وكمال الاعتراف بيها من جانب الدول الكبيرة. إذن ده لو تحقق احنا ممكن نقول ان رغم ان في أزمة وفي مأساة كبيرة جدا احنا شفناها خلال الخمس شهور اللي فاتوا، الا ان يبقى عزائنا للي حصل ان بقت في دولة فلسطينية على حدود يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية.